تحية من جديد أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان مباشرة من مدينة بني ملال وبالضبط من المنتزه السياحي المدار السياحي عين أردردون. أذكر كنتواجدوا في المنتزه السياحي عين أردردون. الحمد لله منسوب المياه بشلالة عين أردردون يرتفع بعد تساقطات المطارية الأخيرة، خيرات مولانا بطبيعة الحال والحمد لله. نشوفوا فهاد البث المباشر الأجواء هنا في المنتزه السياحي لعين أردردون مشاهدينا متابعينا الكرام، وارتفاع منسوب المياه بطبيعة الحال بعد الأمطار الأخيرة والحمد لله. نشوفوا كذلك مشاهدينا متابعينا الكرام هذه الأجواء المثيرة والرائعة هنا، أجواء ضبابية، ضباب يخيم على سماء مدينة بني ملال وعلى القصر التاريخي لعين أردردون طبيعة الحال. يا أجواء أوروبية طبيعة الحال مشاهدينا متابعينا الكرام. كانت الأجواء العامة هنا في المنتزه السياحي لعين أردردون متابعينا مشاهدينا الكرام، أجواء استثنائية رائعة صبيحة اليوم الخميس. تساقط أوراق الأشجار يعني يضفي رونق وجمالي على المكان بطبيعة الحال مشاهدينا متابعينا الكرام. كانت هي الأجواء العامة من هاد الزاوية. لا الشتاء ما كاينش، حتى ردا على تعليق احد المشاهدين والمتابعين الكرام، الجو فقط الضباب يخيم على سماء بني ملال. الشتاء كانت يوم امس بطبيعة الحال في المساء والليل.
جدا متابعينا مشاهدينا الكرام الى بث مباشر اخر دائما من مدينه بني ملال او احدى نواحيها او احدى اقاليمها. مع تحيات اخوكم طارق، دائما اسعد الله اوقاتكم بكل خير والى اللقاء.